لباحثي الشهرة من وراء التمثيل. اسمع رأي الفنانة غادة عبد الرازق لما اتسألت لو عاد بيك الزمان تحبي تغيري ايه؟ قالت ما كنتش دخلت التمثيل، لأن التمثيل خد مني حاجات كتيرة جدا. وأيضا احنا كفنانين بنضل للناس في حاجات. هسمعك الحوار كامل بس استأذنك في لايك وشير وقدر مجهودي. غادة عبد الرازق عملت حوار شيق جدا وخطير جدا مع المذيعة اللامعة لميس الحديدي. قالت لها تفتكري يا غادة لو عاد بيك الزمان تحبي تغيري ايه؟ قالت لها ما كنتش دخلت التمثيل. فاستفزت جدا لميس الحديدي وقالت لها يا شيخة. قالت لها اه والله ما كنتش دخلت التمثيل. التمثيل اداني حاجات كتيرة جدا جدا جدا، اداني حب الناس واداني شهرة عريضة واداني حاجات فوق الخيال، لكن في مقابل ده خد مني حاجات كتيرة جدا جدا جدا. ردت لميس سألتها يعني خد منك استقرارك العاطفي والنفسي؟ قالت لها غادة عبد الرازق نفسي ايه؟ انا مريضة نفسي من 35 سنة وبتعالج. انا ما عنديش اي استقرار نفسي. اما الاستقرار العاطفي فما عنديش ايضا اي استقرار عاطفي. مفتقدة الاستقرارين العاطفي والنفسي. ما عنديش اي نوع من انواع الاستقرار. احنا اول ما بنمثل بنتمنى حاجات كتيرة زي الشهرة والنجاة والماديات، وبنوصلها عن طريق واحد بس هو التمثيل. وقصاد الطريق ده بندفع حاجات كتيرة جدا جدا، والحاجات دي موجودة عند ناس تانية وانا بحسدهم عليها. قالت لها لميس وهي مستفزة بتحسدي الناس التانية بتحسديهم على ايه؟ قالت لها بحسدهم على البيت، بحسدهم على الأسرة، بحسدهم على الزوج، بحسدهم على الاستقرار. كمان ممكن غدا بتكمل أكون دمرت ناس حواليا. قالت لها معقول توصلي بيك الإحساس لميس لده؟ قالت لها وده حصل، لأن أنا بحس إن بنتي روتانا انفصلت بسببي، وأنا سبب في تدمير علاقتها الزوجية رغم إن عندها أولاد. أنا برجع نفسي للسبب. ممكن أكون أنا سبب في إن أنا قصرت معها وسبب ده انفصالها عن زوجها. قالت لها ليه بتحملي نفسك كل المسؤوليات دي؟ قالت لها لأن كل راعي مسؤول عن رعيته، وروتانا بنتي دي تعتبر من رعيتي، فأنا مسؤول عنها وأنا بحس بالتقصير وقصادها. وبتختم غادة كلامها بتقول أصعب حاجة إن إحنا كفنانين بنضلل نفسينا وبنقول كلام مش حقيقي. تفتكروا كلام غادة عبد الرازق صح؟ عندها حق؟ وهل في بعض الفنانين والفنانات اللي بيتمتعوا باستقرار عاطفي ومادي خلفوا نظريتها دي؟ وهل الفن فعلا قصاد الحاجات اللي بيديها بياخد من الفنان؟ نفسي اسمع رأي حضراتكم. شكراً.